السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سلسلة سيتي سكاي لاين. طبعا هني أنا قد بسوي الجامعة، بس اللي سويته سويت تخطيط أولي كيف أبى الجامعة، وقلت بهتم شوي بالتفاصيل أكثر لأنه بياخذ وقت أكثر. بس برويكم شيء استوت عندي هني حريقة للأسف، واحترقن وايد أشياء، وحطيت مطافي وحطيت دنيا وحطيت وايد أشياء تميت أحطي، وعندي مشكلة بعد قمامة شوي بطيئة، فيمكن أسوي أماكن استراتيجية أكثر من هاي القمامة. أنزل الحين اللي نبغى نسويه، نحن أوريدي مسوينها هاي زون ولا مكان جامعي، بس بنبدأ هو اللي عندنا نحن الحين، الليبرال آرتس كوليج. وطبعا من هني راح أحاول أبني مدينة متكاملة، لو تشوفون مجهز مكان هني حق سكة القطار يدخل سيده هني، يمكن أحطي القطار لين هني، بقرر هذا مع الوقت كيف. بس حاليا ابى قطار مع مترو، ابى المدن يعني يشدون حيلهم ويجون المدرسة هني، وفي نفس الوقت نخلي هني مدينة صغيرة حيوية، بنحاول نحطي فيها حدائق، بحاول اسوي شوي شغل كوبي بيست. كيف كوبي بيست بخبركم انا، بس خلينا نبدا نحطي مبنى الجامعة، لان اي جامعة محتاج مبنى رئيسي على طبيعة الحال طبعا. بس اذا حطيته على الشارع العام احس راح تكون غلطة، فشو بسوي؟ لازم ابدأ احط شوي شوارع داخلية. الشوارع الداخلية راح يعني تخلصنا من مجموعة اشياء. اول شيء الشارع راح يكون شو؟ سيدة. يعني هذا الشارع راح يكون سيدة، هذا ممكن نتصرف فيه، شوية باركنات شوي شير. هلا نحط المبنى الاساسي، قلت المبنى الاساسي راح يكون هني على يمب، يمكن اخر شيء او اول شيء. هلا نحطي اول شيء، والمبنى الرئيسي ما راح احطي عنده الا الادارات. ليش؟ لان الادارة شيء مهم. انزين خلنا نبنى ماي 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 ماي، اين انت ايها الماء؟ انزين هذا ماي ان شاء الله يبتسيده، احتمال الاكبر انه ما يبتسيده صراحة. ليش حطيت الماي لهناك؟ لان هناك راح تكون مدينة ان شاء الله. انزين خلنا نحط لنا خدمات والخدمات التحتيه اللي موجوده، اولها اهمها الماي، كهرباء بنبها من تحت الارض ما عليه مشكله. زين لان هاي نسبيا بتكون بالنسبه لباقي المناطق، يعني منطقه نظيفه، مش نسبيا بتكون نظيفه وايد. انزين يبنى، انا نزلت الانركي الحين، عدلت موضوع الباركن، فشو بسوي؟ ابغى اسوي جنب الكليه شوي اقل. زين باركن، لأنه بيكون في ممرات عرفتوا، بس أبى الإدارة الزوار بيون هني بيكون باركن ماسخ صح، إلا إذا هني ما في مكان باركن. خلوني أشل هذا وني باركن بالطريقة، ما أقدر يجيب باركن يعني، الكثر زعلان مني. خلني بكي نجيب باركن هني، وسع الباركن شوي، هي بوسع الباركن زين ليه خطوط المشاة. الحين لازم يعني الكلية كيف بتكون حلوة اذا المبنى الرئيسي خايس، يعني هاي وجهة النظر. فلازم مبنى رئيسي هني، ليش؟ لان خطوط المشاة مال الجامعة اللي هي هني راح نكمل على خطوط المشاة. طبعا كل خطوط المشاة راح تكون شجر، ما في عندي خط راح يكون بدون شير. ربنا نعطي الطابع الاخضر، هذا من احلى الاشياء عندي في اللعبة. انزين الحين هني نبغى باركنات. الاول شو كانت المشكلة؟ ما عندنا انركي، الحين كنترول ايه نقدر نحطي ويت ان شاء الله يبت قياسه. زين الحين يستوي عندكم الباركن بالطريقة هاي، تشوفون صوب من الباركن ما يبين لسبب واحد، الارض غير مستوية. الارض غير مستوية الباركن ما راح يبين، فتسوون التول مالنا مال هايت ادجستمنت، كنترول كليك على مكان نفس ما نقول كل حلقة. والحين شو نسوي؟ شوفوا الباركنات ردت زي العسل، اعطي باركن ايوه قياس الحمد لله زين، باركن واحد طيب، باركن الثاني، باركن شو ثالث. الحين حق سد الفراغات طبعا بني بالبينت برش، خلنا نصغر البرش سايز. هدفنا الاول الحين ان نطلع شو، نحطي تحت المشامرة
وهني لين جنب الجامعة، هذا الجنب ولا هذا الجانب من الجامعة؟ الله اتشفر علي الحين. هاي الباركنات عند الجامعة، هاي الشيء راح يوفرنا شوي مشاكل. انزين الصبر، خلنا نجيب لك تحت الارض. بني ان شاء الله ما ابني شيء هني، بنيبك من تحت الجسر. حطي خط كهرباء، راح استغني عن الاعمدة تحت الارض. انزين جنب جنب الجامعة ولا داخل الجامعة اللي راح اسوي اول شيء هنا، شوفي عندي جراوند كيبنج ما نبا، دراما كلب ما نبا، عندنا هني سكول اوف اديوكيشن ها كبيرة حيدة وايد. شوفوا من ها السبب انت تحسون مكان الجامعة كبير، لكن مكان راح يكون ترى صغير جدا. خلنا نفتح الحدائق، ندور لنا حديقة تناسب قياس المكان. والله الحديقة مش غلط ابدا، بس يبالي امد شوية الشارع وشير الى مدى الحديقة، والحديقة هاي منها راح نمتد شوارع ثانية. طبعا شوارع كلها الستاندر اللي راح استعملها انا حاليا، اللي هي شوارع شو اقدر اوصلهم، والله اقدر اوصلهم نايس. زين اللي هي شوارع المدرسة الاعتيادية هاي ولا شوارع الجامعة. هني الحين نظريا بخليه فاضي، بس هني لان المكان فاضي ابا اسوي بينه شوي بين الشارع عازل، فبنمشي على ثيم واحد. لازم نمشي المدرسة كامل. نوني افكر، هذه فارشة الشيرة مفروشة وجميلة، تسوي سد جميل بينه وبين الشارع. بس خلنا نصغر المسافة، تون على هذا التول هني وتصغرون المسافة. اشوف ايوه هذه المسافة حلوة، وناخذ التول هذا ونسوي لنا عاجز من الشارع ونحاول نميله مع الشارع. الحين هذه الجامعة صار لها حاجز من منو؟ من الشارع، نوعا ما مطلوب ونوعا ما يمكن مش مطلوب صراحة. اظني اذا ني بالفنس ماله والسوالف يمكن يكون احلى منطقة تعليمية، بس هذا بعدين بنفتحه شوي شوي. انزين الجزء الثاني، الاول كنت اسوي على ممر عبور المشاة الجامعة، الحين ما ابغى هالشيء، ابغى كلية. انزين او هذه نقدر نطلعها من، ابغى كلية ما يفرق لان هذا شارع داخلي حق الجامعة صح. فشو بسوي؟ بجيب هني انزين شارع الى الخلف، طبعا هذه المنطقة لها هدف، وبنحطي ليبرال ارتس دراسات الحرة ام ليبرال ارتس ستدي. خلنا نشوف احجامهم، بس كنترول اي نسكر الاناركي. انزين ليبرال ارتس لو كنت شوية دافن فوق، فشو بسوي؟ برفع الشارع فوق اي حق الانفورميشن. طبعا ها واحد من المدات اللي نزلناها، بنرفعها شوي فوق، وهني راح نكسر هذا والنيب شو جامعتين عند بعض. سويتها كبيرة والله شوي، اقدر اجيب هذه هني اوه نايس، واجيب الاستوديو في ليبرال ارتس اقدر احطيها هني. لا مكان مش عملي ابدا، هاي نقدر نحطيها هني بالضبط. زين الشيء الاساسي اللي هم محتاجينه كلهم الجامعة، في نهاية اليوم جامعة. زين سكن وخدمات، حلو. الخدمات راح تكون موست لايكلي ولا على الاغلب هني مع المدينة، يجون هني وهني راح يكون سكة القطار مالنا لان احنا راح نشتغل عليها. زين الحين ابغى نوع من انواع السياج صراحة، لان بدون سياج بغير السيستم هذا بغيره. زي خلينا نغير الشير هذا نغيره، والنيب نوع من انواع السياج. زين هاي مال شو؟ اويل اندستري ما نبغى، اور مش حلو، فارم مش حلو، فورستري مش حلو، زولا نيتشر لا، اميوزمنت بارك يمكن شكله زين، بارك فنس هذا بعد حلو الصراحة، جدار قرعة لا. هذا شو وضعه؟ لا ابدا ابدا لا، فشكله اميوزمنت بارك. طبعا هذا مال ملاهي، ولكن خلينا نشوف شكله. شوف لا والله جميل صراحة، جميل 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 جدا.
هذا بيحطي لنا الحدود حق منو، حق المدرسة اللي ما نبغى حد مثلا يتعدى عليها. ليش صار عندنا الحين حدود لل هذا؟ لا بعد تحت حبة. نبغى تقرد بندن كلاب صبر، اذا يستوي مكان واحد اوكي، يستوي كل مكان اوكي صبر. نبغى مكان واحد زين. نبغى ايوه بالطريقة هاي، لان من هذا الاتجاه ما حد بيدخل الجامعة ابدا، لكن بيشوفون شو، بيشوفون هني ممرات وحدائق مفروض نظريا، نظريا مو عشان شيء بس عشان صحتهم وسلامتهم. انزين ها بخلي فاضي حق الفنس، لا فاضي حق الفنس، لا فاضي اوكي بخلي فاضي حق الفنس، وبحطي مجموعة حدائق ضخمة. طبعا تكلفتها ولا الرننج كوست ماله بيكون عالي. زين مجموعة الحدائق هاي تعطي الشكل الطابع الأساسي لمدرسة نوعا ما أصغر من هالعمر صراحة. لا ما تنفع على الألعاب هاي، جامعة 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 حط فيها الألعاب هاي غلطة كبيرة الصراحة، غلطة لا تغفر، ما بيكون حلو. لين أقرر أنا شو أحط هني، بخليه حاليا المكان شو فاضي، عندهم حديقة هني حيث أشرب ماي في سوري، راح اخلي معظم المكان فاضي. هني شو نبغى؟ هني نبغى ني عند الباركنات والباركنجز. زين ونطلع خط باركنجز من هني لين هني، او من هني لين هني. في ناس تدخل من الشارع ده وايد، في ممر مشاهني ما اعرف، ولا نسوي ممر مشاة ثاني بالطريقة هاي، بنخلي جزء أكبر عن جزء، جزء فيه مجموعة باركنجز معينة صغيرة وجزء فيه باركنات مختلفة تماما. خلنا نحط الباركنجز هني، طبعا استعمل اناركي مثل ما قلت لكم، كل شيء كنترول اي، 3 2 في 4 اظني راح يستوي القياس. ايوه ممتاز، باركنات وايد اساسية اشتغلنا عليهم وايد قبل في سلاسل كثيرة، ومن افضل المودات عندي لان اقدر اتحكم بشكل المكان بشكل يعني جميل. اذا هذا نسحبه بعده في باركنج، يس نايس. انزين الحين هذه الفراغات غير صحية، انا بس هني ما بحط اسمنت، لا هني راح احطي هذا الشير، هالشيرة حلوة. زين بنحط شيرة هني، لا وايد وايد وردية شيرة، وايد مش عايبتني وايد، لا اوكي. الحين هذا بنحطي بالطريقة هاي، وبنحط الشير بالطريقة هاي، فصار عندنا باركنات نظامية في الوسط. الحين هني ترى ممكن نسوي مجموعة أشياء، واحدة منهم ممكن نحط كم لعبة، بس حاليا ما أنصح، حاليا بخلي أماكن حق مشاريع مستقبلية وفي نفس الوقت حق أشياء أخرى ممكن نسويها. انزين لأن الحين مثلا أبسط شيء، أنا يوم بي بكمل هذا الشارع، زين لو تلاحظون الجامعة كلها على شوارع وأماكن فاضية، ترى بنحتاج أشياء كثير، ترى الحين أبسط شيء بنحتاج السكن، سكن الطلاب. خلينا نشوف اول شيء حجم سكن الطلاب، سكن الطلاب دراما كلب هذا عفوا، برل ستدي هذا لحظه سكن، ايه هذا سكن، انا حاط سكن حق الليبرال ارتس ولا ادري. انزين ما علي ما علي يا جماعه الخير. انزين الحين معناه نكست بنحط ليبرال ستدي هولز، حاطينه نحن. انزين بنحط ليبرال ارتس جراوند كيب، شوفوا شوفوا هذا المكان جميل راح يكون حق الأماكن هاي، حطيه في الباركن في نص الباركن، لا هني فنان، هني فنان اللي هو جراوند سكيبينج، ورك هارد تو كيب كامبوس اريا بريمسس كلين، ياس ينظفون الأماكن هاي يعني كلها، عرفتوا؟ الحين عدد الطلاب
عدد الأشياء يختلف تماما. شوف الحين ما في مواصلات وفي تقريبا طلع لنا فائدة الجامعة. فلا تستهينون أبدا من دخول الجامعة، ترى إذا سويتوها صح دخل عليكم وايد فلوس. أفكر أسوي هالمنطقة تراب لكن ما بسويها. إنزين، الشيء الأخير عن الدراما كلب صغير أشوفنا لو تذكرون من شوي، فبنحط دراما كلب عند الاستادي الثاني تقريبا في نفس الزاوية عشان الشير يدخل هني. بعد يبالي صفة شير. إنزين، شيب يارد أورد ماين إلى آخره، الاندستري مالنا لفل. إنزين، الحين صار عندي دراما كلب وعندي 400 طالب هني يدرسون وعندي مكان حق 300 طالب. إذا تعبى موضوع ثاني، من هذا المنطلق أنا أبى أسوي الجامعة وأبدأ أرص فيها شوي 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 وكل شوي بنزيد. بس الحين الواجب أن الجامعة هاي تلفل. إنزين، الحين لازم أصغر منطقة الجامعة. أنا سويتها وايد 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 كبيرة الصراحة الجامعة، وشوي غلطان الجامعة بهالضخامة هاي دولة صارت. إنزين، إذا احتجت مساحة زيادة ممكن أزيد الجامعة، ما عندي مشكلة، ترى أمور طيبة لأني بسوي إيفنتات ثانية. الحين لا، هاي خلها حق الجامعة، هاي خلنا نشلها من صوب الجامعة ونحطيه بالطريقة هاي. الشيء الثاني اللي بنحطيه نحن نبى أحواض سكنية. الأحواض السكنية كانت عندي فكرة إن نسوي مثلا هذا نبى خط سيدة. أول شيء نبى هذا خط سيدة. زين، تطلع التول السيدة زين وتسوي خط شو سيدة لين هني. أبى مكان أول شيء ما يسبب زحمة، ثاني شيء سعيد. يعني الحين إذا أجيب مربع مثلا، نحن في العادة نسوي حبة حبتين مربع ضخم، حبة حبتين، نلف المربع بالطريقة هاي. حلو، إذا على سبيل المثال أجيب من هني الشارع، حلو شوفوا وين بنوصل. إنزين، ونسوي ستاندرد ديزاين حق المنطقة، نحاول نحصلنا حديقة مناسبة للمكان مثلا. حديقة والله هاي كبيرة وايد صراحة، بس ممكن، بس ما افضل. زين، هاي الحديقة بعد ممكن لكن مش حلوة حق المكان هذا. ايوة، هذه الحديقة مثالية. حلو، نجيب الحديقة ونجيب لها الشوارع. زين، مثلا حديقة هني، شارع هني، حديقة هني، شارع هني. هاي مش حديقة حق فلوس، هاي حديقة حق المنطقة نفسها. زين، وكل عماير، كل رصة عماير تتكون عن عبارة عن كم عمارة شو تجارية، والكثير من العماير شو السكنية حتى من داخل بحطي. فهذه الحين بتكون عندنا كل منطقة مع شو مع حديقة. نجيب التول مالنا الكوبي ام بيست، صح، نحدد هذه المنطقة كنترول سي كنترول في. شوفوا، بس هنا بيسوي لنا مشكلة. صبر، اجين سلكت من دق اسكيب دق هاي دق سلكت، لحظة كنترول زي. زين، خلنا ندق على التول هذا سلكت، بس هذا من غير الشوارع الثانية لانه راح يركبون نفس الليجو. زين، كوبي سوي له بيست. وين سوي له بيست؟ مثلا الطريقة هاي، سوي له بيست بالطريقة هاي، سوي له بيست هذا شوي مايل، هذا بنسوي له منطقة خاصة. سوي لها بيست بالطريقة هاي، سوي لها بيست بالطريقة هاي، سوي لها بيست بالطريقة هاي. الحين نسوي تعديلات بسيطة، يعني تعديلات شوارع وهذا أشياء بسيطة جدا. يعني مثل هالشارع، الشارع اللي هني كله راح ينشل. زين، ونجيب شارع الشجر نفسه ونتم نوصل. عاد العماير بيرجعون يبنون برايهم، يعني يبون ما يصلن كلهم الحين، ويبون كهرباء ويبون خدمات. يعني مش 100% سيدة، لكن بعده كتصميم اتصور ان التصميم ممتاز جدا يعني حاليا.
ليش؟ لأن كل منطقة صارت تحمل مثل ما تقولون خدمات قوية فيها. زين خلينا نحط ماي. وكشكل كشكل ستاندري ما أعرف، أنا الحين بجرب هذا النظام، بس الكوبي بيست كان سيء الصراحة هالمرة، بس بنضبطها مرة ثانية. انزين خلنا ناخذ لنا كهرباء من داخل داخل داخل، هني بحط محطة داخل داخل داخل. اوكي هاي الجامعة، الحين جامعة سنتر مالها هني صار. والله اوريدي يعني فيها مجموعة طلاب، كامبس بيلدينج الى اخره، سبورت فيزيتر الى اخره، موجود عندنا تويشن فيز، في مجموعة اشخاص. انزين الحين المفروض هاي كلهم عندهم كهرباء ولا؟ مو مشكلة راح يتوصل كهرباء، صبر خلنا نسوي زون للأماكن راح توصل كهرباء. انزين بس في أشياء نفس هاي صغيرة بسيطة يعني، مثل هذا ما توصل، الباقيين متوصلين الباقيين متوصلين. انزين شو قلنا نحن؟ احنا قلنا منطقة تجارية خليها هني بالطريقة هاي، مربعة مربعة صحيح بيسوي ازعاج بس مستوى السعادة بيكون عالي، فما احس انه راح يختل الموضوع. انزين الطريقة هاي، وهذا بنفس الشيء راح نسوي له شو للباقي سكنية، راح يسوي لنا وايد اشياء. انزين شوفوا يا سلام، الحين بتوصلهم كهرباء، خلاص خلاص كلهم بتوصلهم كهرباء. شوفوا الا هذا، هذا يعني زعل منه ما ادري ليش. الحين هاي راح يخدمون مجموعه اشياء، اول شيء بيكون عندي قطار، بيكون عندي وايد اشياء، بس اظني في وقت حق قطار لان بعدنا ورانا وايد تزيين في المنطقه، وايد امتداد للجامعه نفسها. القطار راح يكون على طريق لا يمكن الالتفاف فيه، سيده طبعا، مش سيده بالنسبه للشارع، سيده بالنسبه للمحطه. زين حصلت هاي المحطة عيبتني، اقدر اطلع منها مترو وانا دخلها قطار، شوي بتسوي ازعاج للطلاب بس ما عليه. ليش؟ لانه يستاهل موضوع الازعاج. الحين نحن عندنا طريقين هنا، تشوفوا يمين ويسار. الحين هالمكان راح يكون تحويلات قطار بشكل اساسي، يعني الحين اذا انا اجيب القطار، اذا اجيب التراك نفسه، صبر التراك سنبت 1 داون، سنبت 1 داون، سنبت 1 داون، هذا راح. انزين عسب اميل يمين طبيعة الحال، راح شو اسوي؟ اعمل وياه حاليا حاليا بالطريقة هاي، لان لازم اغير التصميم نفسه هذا، لان هذا يروح ويرجع، التصميم اللي هني بيحتاج تغيير، لان هذا الطريق كل المحطات راح توقف فيه، فما اقدر اسوي يعني فعليا بالشكل هذا الا اذا الشارعين الاثنين متوصلين، فمحتاج اسوي مالتي شو ترين. الترين الاول هذا اللي على اليمين هنا تشوفون، هذا راح يستقبل شو انترسيتي ترينز اللي هو الاشياء الخارجيه. الشيء الثاني المترو، المترو هذا ما له فوق، فالمترو هذا ماله شو راح يستوي؟ راح يكون عبارة عن خريطة من هني لين أول مترو، بس هذا تحت الأرض، على الأغلب راح أنزله يعني، خلاص راح أنزله، غيرت رأيي. إنزين الشيء الثاني خلنا نشوف المترو نفسه، خلنا ننزل المترو تحت منو؟ تحت الأرض. ليش؟ لأن المترو هذا راح يتوصل في محطات مترو مختلفة حول المدينة، لأن هذا راح يخدم لي شو منطقة أساسية. شوفوا المنطقة الأساسية هاي لازم بعد نسوي لها كروسنج للصوب الثاني عسب ما يدعمون. إنزين المنطقة الأساسية شو؟ أول شيء مترو واحد هني، واحد يرجع هني ويرجع هني. المترو الثاني ثلاث مترو شيء صح؟ نايس. المترو الثاني راح يجي هذه النقطة، لا اول شيء سيده راح يجي هني، حلو، من نقطه ثانيه راح يوقف هني عسب ما نسوي وايد وقفات، وبعدين شو يصير عندنا مشكله ما نقدر نتحكم فيهم. حلو هذا المترو الاول. الشيء الثاني اي مترو في الدنيا
كالعادة مثل ما قلت لكم الباركنات، أنا عندي شيء شوي مقدس في اللعبة، راح نحطي مجموعة باركنات ضخمة بالطريقة سيدة على الشارع. زين هذا أبدا مش سيدة صح؟ ما عدا يمكنهم كلهم سلكت كنترول اتش ندق على نقطة اللي النقطة اللي نبغاهم فيها. خلاص شوي نبغى نلزق الباركنات بمنو في الشارع صراحة، نوسعها لين الآخر. اوكي طبعا بما ان محطة قطارات هني ما راح يكون في شير، كل اللي راح يكون موجود هني عبارة عن اسمنت. هاي المنطقة الزايدة يمكن يبون يمشون، يمكن يبون يسوي شيء الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. ونفتح الباركنات على اكبر باركنات موجودة، ونبدأ نحطي مجموعة الباركنات الضخمة اللي صممناها للمنطقة. بس في غلطة في الباركنات ضخمة ترى ما حد انتبه لها، يمكن اذا انت انتبهت لها يا صديقي المشاهد انت عارف كيف الباركن هني في اللعبة يستوي، الا وهي لازم يكون عندك منطقة فاضية. عفوا ولكن انا غلط في هاي، ابى امد شارع فرعي للناس اللي تدخل الباركن. سويها اسمنت، سويها اسمنت خلاص دام انها منطقة قطار. طبعا في اشياء هاي هني ما كنت قادر اشلها وفعلا فعلا متلعوز وياها، بس ما بارسد كل شيء، ما باخذ المخاطرة، ما بحطي باركنات فوق وتحت، بحطي بس باركنات يعني في الوسط ما بحطي، مع انه ممكن جدا بس ما بحطي المترو لاني اتوقع كمية من الناس مثلا جيدة من الناس يجون. شو ابى اسوي؟ ما ابى اسوي زحمة في المكان. انزين ما ابى اسوي زحمة في شوف في المكان، بخلي الممر اللي في الوسط فاضي برايهم يلفون، والناس اللي تدور باركن تدور، ترى هاي وايد باركنات بالنسبة للمترو. نفتح التمب تول ونخليهم يعطون طريق، خلها الشارع ما يوقف افضل. انزين هذا ياب حد ياب 21 شخص لين الحين حطت القطار والمترو مع بعض ظني. طبعا المواصلات القوية حول المنطقة راح تعدل من يعني مثل ما تقولون اللي يون الجامعة اللي يدرسون، ترى في وايد اشياء تلعب دور، ترى لازم نسوي ديكوريشن، لازم نسوي وايد اشياء. مثل الحين ما عندنا سمعة للجامعة، يوم تكون عندنا سمعة للجامعة نبدأ نلفل شو الجامعة مالنا طبيعة الحال. هذا ترى على فكرة بس لازم نبدأ نزيد اتراكتفنس ولا نيب الطلاب على اساس انه شو يبدأون يجون الجامعة اكثر. مثلا نقرأ تحت هل في اتراكتفنس؟ ما في ما في ما في ما في ما في ما في. بس صراحة هذا اظني ممكن نستفيد من سكن ثاني لان المكان مرتب اصلا، يعني عندهم باركنات قريبة. الشارع الداخلي ما عندي مشكلة اروم اسوي بالطريقة هاي، بس ابى اسوي له ابجريد شيش وايب سكن الجامعة كنترول اي يركب. اوكي الطريقة هذي الزق سكنين في بعض ما اخرب على الشارع السنايس، معناه صار عندي متسع حق الطلاب لو اني ما احتاجه، بس انا عندي عدد الطلاب في المدينة كبير جدا، كبير ضخم، فممكن استفيد منه في شو في الجامعة. خلونا احط حديقة صغيرة يابانية شيء هني احس بيكون حلو. اتراكتف 175 بس ابى اشوف اذا الحديقة راح تزيد، يعني حب الجمهور المكان. خلنا نحط الحديقة اليابانية هني، حطي بس حديقة يابانية واحدة. هل زادت الحديقة اتراكتفنس؟ لا، لازم يكون من مباني الجامعة نفسها، لان الحين السكن زادني واحد اتراكتفنس اللي هو شيء جيد، يعني اقدر ازيد سكن ثاني هني يستوي عندنا سكن ضخم. يمكن نفتح اتراكتفنس حد الاقصى مال الجامعة الحالي يعني اللي هو 200، شوفوا وصلنا 200. طبعا بعدين راح يطلع لنا تماثيل وغير، بس بالنسبة للمنطقة يعني مكان سكني عندي مكان حق 900 طالب، هذا اكثر من كفاية حق سكن الجامعة او حق استقطاب الطلاب. وطبعا ممكن ننزل التكلفة، ننزل وايد اشياء، نسوي وايد امور، ما عندكم مشكلة من هذه الناحية.
المنطقة اللي هني شو اخبارها يا جماعة؟ تراها منطقة جيدة جدا، منطقة حليوة، بس تعرفون شو ينقصها؟ لا والله صراحة مشروع حلو، مع انه كان كوبي بيستا، يعني هاي اسرع مدينة من اسرع المدن اللي بنيتها قبل. ممكن نبني اشياء هني تخص الصناعة، بس مشكلة هاي مدرسة فنون. ممكن نبني شركات، يعني نبني هني عند نسوي كم حديقة صغيرة عند المترو واسوي منها شركات. الطلاب بيجون، شوفوا استقطاب الطلاب شغال، بس هذا على الاغلب بخليه لحلقة قادمة. بس شوفوا تو الناس بدأت تفرك لانه ما في زحمة. انا هالمكان بسوي زحمة، لا تنسون هني من يفتح ميناء على الاغلب راح يكون في ميناء اللي هو محتاج 36 ألف. نعم 36 ألف راح تسوي شو اسمه، كم واحد هني؟ في ناس تطلع وتدخل، حلو، في ناس، في حركة نقل، فيها السوالف. انا هذا مغايظني والله، قاتلني صبر، ما اقدر اسوي له سلكت اصلا. انا هاي المشكلة اللي قاعد اواجهها، من ولا وحدة من هاي اللي هني كذا وحدة فيه، يعني حتى سلكت ما اروم اسوي لهن. شوفوا يختفون. الموب هذا شوي مقلتش، بس هالشي ترى يرفع الضغط يعني بشكل مش طبيعي. بس هاي كان مدتنا للحلقة، ترى بدينا بداية الجامعة وسوينا مثل ما تقولون تخطيط أولي، راح يلتف حوله مجموعة أشياء هني. طبعا راح يدخل خدمات، طبعا قبل لا نبند الحلقة راح أخبركم شو قصدي بالخدمات. نسوي أماكن ما حد يبركن عليها، وراح نيب هذا لين هني ونطلع تقاطع، وعندي خطة أصلا فخلني أنفذها اللي أزيد هذا إلى 4 شوارع، لأن هذا شارع أساسي جدا للمدينة، فيستحق الصراحة أني أسوي له أبجريد ضخم. زين، أنا هذا شيء أساسي جدا هني. زين مو مشكلة، ما أدري بيسامحوني. زين، وهني ممكن نسوي جزء من الخدمات اللي نحتاجها، مثلا مستشفى، هالسوالف على الخط هذا، على الخط هذا نقدر نسوي مجموعة خدمات توصل للمدرسة وتوصل للجماعة الطيبة اللي هني. طبعا بنحط شيء من الأشياء الكبيرة هني، أحس واحدة من المباني الحلوة في الوسط شيء، وبنسوي حولها حديقة صغيرة. المهم هاي كان حلقتنا اليوم، إن شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.